ليه مهم إن يبقى في قانون مختص برعاية المريض النفسي؟ أنا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي. أهلا بكم. 71 لسنة 2009 ده رقم القانون المختص برعاية المريض النفسي، وده مش أول قانون يطلع في مصر يتعامل مع المريض النفسي، لأن أول قانون طلع كان سنة 1944، يعني في العهد الملكي ومن أكتر من 70 سنة. فكان لازم يطلع قانون جديد، لأن ما ينفعش إن إحنا نتعامل مع الحياة في القرن 21 بأفكار ومصطلحات وألفاظ وقانون صدر في النص الأول من القرن العشرين. كان لابد ان احنا نطلع القانون ده، ولابد ان مصر كانت تطلع القانون ده. من ضمن الاسباب اللي خلتنا ان احنا نطلع القانون ده وهو ان الدنيا اختلفت، الناس اختلفت والظروف اختلفت والحياة اختلفت. من ضمن الحاجات اللي اختلفت كانت الطب تقدم كبير جدا في مختلف المجالات، بما فيها مجال الطب النفسي وطرق العلاج النفسية اللي بتساعد على إن المريض يرجع بسرعة للمجتمع اللي هو كان عايش فيه ويرجع لحياته. وهنا بتظهر الفرق ما بين فلسفة القانون القديم وفلسفة القانون الجديد. فلسفة القانون القديم كان بيراعي المجتمع بقدر كبير. في القانون الجديد لأ، احنا دلوقتي بنراعي مصلحة الإنسان اللي قدامنا، بنراعي إن الإنسان ده دخل المستشفى علشان يتعالج، مش علشان يتحجز او علشان نبعده او علشان نحفظ المجتمع منه. لا، القصه دي انتهت. احنا داخلين المستشفى علشان نتعالج، مش علشان نتعاقب. داخلين المستشفى علشان نعرف نرجع تاني للحياه، مش علشان ننعزل عن الحياه. ودي كانت الفلسفه القائمه في القانون الجديد 71 لسنه 2009، ان انت داخل المستشفى تتعالج، مش داخل تنعزل عن الحياة او داخل انك تتحبس. وعلشان كده كانت كل مواد القانون وكل البنود اللي فيه بتركز وبتؤكد على اهمية الموضوع ده، انك داخل تتعالج مش داخل تتحجز. فمن اول باب في القانون لغاية اخر باب، وهو الفلسفة بتاعته كلها بتدور على النقطة دي. يعني اول باب حدد انت تتعالج فين. ما ينفعش تتعالج في مكان سري، لا الدوله ولا القانون يبقى عارفين عنه حاجه. شفنا لسه حادثه قريبه جدا، ام حبست ابنها في اوضه لمده 10 سنين لمجرد انه عنده اضطراب نفسي. فكان لابد انك لما تيجي تتعالج في مكان معين تتعالج في مكان مرخص، مكان مهيئ، مكان امن، مكان بيحافظ على حياتك، مكان بيخاف على الخصوصية بتاعتك والسرية بتاعتك، ما بتبقاش مشاعر. القانون لما جه يتكلم وينظم نظم طريقتين للدخول. الطريقة الأولى هي طريقة الدخول الإرادي، لما بيبقى الإنسان مدرك إنه عنده مشكلة نفسية أو ألم نفسي، واتفق هو والطبيب المعالج بتاعه إن أنا ممكن أحقق نتيجة أفضل لو أنا دخلت المستشفى، ساعتها هو بنفسه اللي بيوقع على طلب الدخول. الطريقة الثانية هي طريقة الدخول الإلزامي، أي إن الطبيب المعالج بينزع الحق من الشخص اللي قدامه في تقرير مصيره أو تقرير العلاج بتاعه. وأعتقد إن إحنا كلنا ممكن نتفق على الحالات اللي حددها القانون في انتزاع هذا الحق ودخول الإنسان للعلاج إلزاميا. الحالات دي واضحة وصريحة، يعني الحالات دي اللي هي حالات اللي ما يبقى الإنسان خطر على نفسه أو خطر على الآخرين. وأعتقد إن إحنا متفقين في كده، إن لو في شخص بيهدد بالانتحار أو فكر في الانتحار أو حاول إنه ينتحر أو حاول إنه يأذي جيرانه، يأذي مراته، يأذي ابنه، تأذي جوزها، تأذي أمها، إحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على الشخص ده ونحافظ على المجتمع في نفس الوقت. فإحنا ساعتها بنساعده إنه يدخل المستشفى للعلاج إلزامي. القانون في فلسفته مهتم جدا إنه يدي حق
من حقوق كل حقوق الإنسان للشخص اللي بيعاني، مش كونه إنه في حالة ألم نفسي أو في حالة اضطراب نفسي أو بعد عن الإدراك أو بعد عن الوعي، ده معناها إن أنا أنتزع منه الحق في إنه يعيش حياة كريمة. فأصبح زي ما المجتمع ليه حق، لكن كمان الإنسان دي ليه حق كمان على الدولة وعلى الناس وعلى الطب وعلى كل الناس إنها تساعده إنه يرجع تاني المجتمع ويعيش حياة سعيدة وحياة سوية. فعلشان كده ما بقاش في حجز لفترات طويلة أو حجز بدون محدد المدة، يعني مش 2 من الأهل ياخدوا شخص تبعهم ويقولوا يلا الشخص ده بيعاني، الشخص ده عنده اضطراب نفسي، وبفرض ان هو عنده اضطراب نفسي يبقى يقعد في المستشفى فترات طويلة وما يطلعش تاني يشوف الحياة. فالقانون لا، نظم العملية زي كده وبقيت المدد محددة وبقيت مفيش يعني بقت المدة ليها حد أقصى، والقرار ما بقاش قرار الأهل، لا بقى قرار الطبيب المعالج، ومش قرار الطبيب المعالج لوحده، لا بقى أصبح في مجالس بتشرف عليه وفي أطباء تقييم مستقل بييجوا بيتابعوا الحالات دي على أساس إن لا ما يحصلش نوع من أنواع التعسف في استخدام الحق الطبي أو الحق القانوني. القانون نظم أهمية الحفاظ على سرية بيانات المريض، ما بتبقاش مشاع، مش من حق أي حد يعرف الإنسان اللي دخل يتعالج في المستشفى ده عنده إيه، حتى لو كان أقرب الأقربين ليه. القانون كمان زي ما هو حافظ على حقه في السرية، هو كمان حدد حالات إفشاء السر. يعني أعتقد إن إحنا كلنا ممكن نتفق في هذه الحالات، وهي حالات موضحة واضحة جدا في القانون، شيء طبيعي. الحالات دي هي أمام القضاء، لو القضاء طلب تقرير طبي عن حالة إنسان إذا ما كان قادر على مثلا إدارة حياته وإدارة أمواله ولا لأ، وحدد الجهات اللي بتحكم في المواضيع دي. لو الإنسان ده خطر على نفسه، يعني في شخص مثلا عرفت في جلسة علاجية إنه بيهدد بالانتحار أو بيهدد إن هو يأذي شخص أو يقتل شخص، أنا من حقي إن أنا أبلغ الجهات المختصة بذلك. الحالة الثالثة وهي حالات الانتهاك أو الاعتداء على الأطفال، فأنا لابد إني أبلغ الجهات المختصة. القانون كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان اللي بيعاني، وعلشان كده مفيش علاج بيتعطي في حالات الدخول الإرادي إلا بإذن الإنسان نفسه، بإذن المريض نفسه. القانون كمان سمح للإنسان اللي داخل جوه المستشفى إنه يتعامل مع الحياة عادي جدا، إنه لو طلب محامي يجي له محامي. والحكاية دي تم تطبيقها بالفعل، وأنا أذكر واقعة حدثت معي أنا شخصيا، إن أحد النزلاء طلب إن هو يتقابل مع المحامي بتاعه، وبالفعل تم التوصل للمحامي بتاعه وتم تمكينه من إن هو يتقابل معاه، وتم الحفاظ على خصوصية القعدة بينهم، وكانت الكلام كله سري تماما، احنا ما نعرفش ايه الكلام اللي كان بينه وبين المحامي بتاعه، ده كان حق من حقوقه. فزي ما حضراتكم شايفين ان القانون عايز يحافظ على حياة الانسان وعايز يرجعه تاني للحياة، مش عايزه يبعد عن الحياة. القانون نزع وصاية الاهل ونزع وصاية الطبيب، ما بقاش قرار منفرد، قرار فيه تسلط. القانون نظم المستشفيات، ما بقيتش نوع من أنواع المعتقلات أو نوع من أنواع الملاجئ طويلة الأمد، نظم حاجات كتيرة جدا. القانون بيحفظ حقي في الحياة على أساس إن في يوم من الأيام لو أنا تعبت أعرف إني أتعالج في مكان لائق، محدش يضايقني، ما لا تنتهك كرامتي، ما تضربش، ما تشتمش. من حقي القانون نظم من حقي اني كانسان مريض اني اتظلم، اني اشتكي، اعرف اسماء الفريق العلاجي كله، ومن حقي ان انا اشتكي فرد بعينه انه زعلني، اهني، شتمني، ايا ما كان الاهانه او ايا ما كانت الاساءه اللي حصلت. فالقانون كانت نقله ايجابيه جدا، وكان نوع من انواع التمييز الايجابي جدا في الحفاظ على حياة الإنسان والحفاظ على حق المريض النفسي.
القانون نظم وقال ان ما دام في مكان هيتحط فيه سرير اللي يقعد عليه انسان مريض نفسي، فلابد ان هو يطبق القانون على هذا المكان. من العيوب الكبيرة جدا في تطبيق القانون وليست في القانون هو ان القانون لا يطبق على المستشفيات الجامعية. ومن الفيديو ده انا بطالب الناس القائمة على القانون والجهات المنفذة للقانون انه بحتمية تطبيق القانون على المستشفيات الجامعية. انا مش بقول ان المريض جوه في المستشفيات الجامعية مش واخد حقه، لا بياخد حقه بالقوانين الطبية التانية، بالقوانين الدولة التانية. فانا مش شايف اي مشكلة ابدا انه كمان يطبق عليه قانون الطب النفسي وقانون رعاية المريض النفسي. انا اعطيت ملخص سريع عن القانون، معرفش رأي حضراتكم فيه ايه. شكرا ليكم وسلامتكم، الف سلامة. شكرا.